تعالوا مع بعض نشوف لقاء مع عمال مشروع محطة محولات حدائق العاصمة، ازاي هذه المشروعات الضخمة وفرت لهم فرص عمل، وازاي ايضا وفرت لهم بيئة عمل مناسبة. كمان ايضا مع عمال مشروع سكن لكل المصريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ازاي ايضا هذه المشروعات قدرت توفر لهم بيئة عمل مناسبة. في الأول من مايو كل عام بيحتفل العالم كله بعيد العمال، والعامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، وده لدوره الكبير في تحقيق النهضة التنموية عن طريق تنفيذ المشروعات القومية العملاقة لبناء الجمهورية الجديدة. وإحنا النهاردة موجودين معاكم في مشروع حدائق العاصمة عشان نوجه التحية لكل عامل وعاملة. احنا في محطة حدائق العاصمة حضرتك، هنا المحطة دي 220 على 22 تبع هيئة المجتمعات العمرانية، معمولة عشان تغذي منطقة حدائق العاصمة ومدينة نور الجديدة. والله ظروف الشغل حضرتك، احنا بنيجي كل يوم من الساعة 7 الصبح، من تاني شغالين للساعة 5 آخر النهار في حدائق العاصمة. هنا حضرتك كل الشغل اللي احنا موجود في المحطة اللي حضرتك شايفها ده احنا اللي عاملينه، بفضل طبعا العمال اللي موجودة معانا والمشرفين والمهندسين اللي معانا. طبعا بتبدا طبعا من مدير الموقع للسوبر فايزر للمشرف للعامل اللي تحت مننا للصنايعي، كلنا بنكمل بعضنا في المحطه. طبيعه الشغل انا كفرد امن واقف على البوابه، بس بسجل العربيات دخول وخروج ساعه تاريخ كل واحد، يعني بمعلومات متناهيه. يعني طبعا بديني انطباع اني انا كفرد متمني من الله سبحانه وتعالى ان بلدي تكون احسن بلد. بيبقى الواحد شغال في بلده غير لما يسافر بره، لان انا سافرت وبره وشفت معامله الناس بره بالنسبه للمصريين بالذات، فلذلك انا شغال في بلدي بكرامتي وبعزه وكرامه. هو دوري هنا ان شاء الله بقى مسؤول عن المشرفين اللي موجودين هنا في المحطه، من كهربائيه، من جي اس، من مشرفين ارضي في التركيبات، في كل ما يشمل محطه الكهرباء. دي محطه حدائق العاصمه 220 على 22. والله حضرتك احنا طول عمرنا متعودين على الجو اللي احنا فيه ده، اذا كان حر برضه بنقوم بدورنا برضه طبيعي، لان ده دي مسؤوليتنا عامه، يعني كان في حر او في شتاء عامه فده دورنا طبعا. الصعوبات احنا الحمد لله واخدين على كده، بنقدر بنعدي منها يعني الصعوبات دي. اول حاجه الشغل بتاعنا ده صعب جدا، بس عشان احنا متدربين عليه فبالنسبه لنا حاجه عاديه، لان انت شايفاها طالعه في الصور قدامك هو حاجه صعبه، واللي يشوفها يقول حاجه كبيره، بس بالنسبه لنا عشان متعودين عليها ففاهمينها ازاي وعارفين بنشتغل ونتعامل معاها ازاي. طبعا مهمه بالنسبه لي، لان ما نعمل في بلدنا احسن ما نعمل في بلاد ثانيه، دي حاجه بتغير من صوره بلدنا، بترفع بلدنا للاحسن، بننتج لينا لنفسنا ولغيرنا بس جوه بلدنا. العيد بتاعنا لازم نكون بنحتفل بيه، احنا العمال واحنا الفنيين العيد بتاعنا لازم نحتفل بيه، بنقول للعالم كله كل سنه واحنا طيبين والناس كلها طيبه. على بعد أمتار من محطة محولات حدائق العاصمة، العمل ما بيتوقفش لتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، عشان يعكس رغبة عمال مصر في مشاركة الدولة رحلة البناء والتنمية والتعمير. دوري في المشروع متابعة الصناعية والعمال عشان نتمم تسليم مرحلة، عشان نسلم نبدأ نتسلم سكان وكده، ويجي يستلموا شغلهم على أجمل وجه. أولا بتبقى فرحانين إن إحنا بنقدم حاجة كويسة وصورة كويسة في الدولة، عشان تبقى نعيش حياة كريمة وننهض كده بالدولة، تبقى الدنيا كويسة، يعني نقضي على أي عشوائيات موجودة ويبقى الناس موجودة كلها مبسوطة، يعني إنها بتستلم شوية زي ديت وبتبقى كلها لكل المصريين، يعني بيبقى أقل حد ممكن يقدم عليها ويستلم شوية هنا، مفيش أي مشكلة عادي، مفيش مشكلة والله. إحنا كده كلنا شغالين الحمد لله عادي، يعني مفيش مشاكل في الشغل هنا، الناس هنا كويسة معانا، مفيش أي مشكلة الحمد لله يعني بتقابلنا. طبعا إحنا فخورين بالشغل ده مصر طبعا، وحاجة إحنا بنشرف بيها والدولة، و بعيد عن العشوائيات بننهي موضوع العشوائيات عامة، ف
فالحاجات دي كلها كويسه لينا احنا الشعب المصري طبعا، والناس العشوائيات ديت بتلاقي مكان نضيف تقعد فيه، بتلاقي حاجه كويسه و... والله شعوري جدا هو حلو لكل الشباب اللي هنا، الناس اللي بتدور على شغل، وهنا بيفتح فرص عمل كبيره جدا، اللي هنا في ناس كتير جدا بنشغلها معانا وبياخدوا خبره اكتر ويطلعوا يشتغلوا بره. والله العمال بتحتفل هنا، هنا احلى حاجه اللي هنا كلهم مع بعضهم، كل واحد بيكون عارف هو طالع الصبح رايح فين، ورا ايه بيعمله وبيرجع تاني على شغله، هو دي الشغل بتاعنا كل يوم.